قرار إداري لو فني؟ والله هو قرار فني عائد للكابتن أيوب أودوشي، وبطلب منه راد يبدل الكادر التدريبي. وإحنا نؤمن جدا المدير الفني للفريق وصاحب القرار الأول والأخير بهذا الجانب، ويجب أن نحترم قراره لأن هو من يتحمل المسؤولية بما يخص الجانب الفني للفريق. أها، من الذي اختار الجهاز الفني الجديد؟ أيضا الكابتن أيوب. أيضا الكابتن أيوب أودوشي هو أساسا، هو هذا من العرف إنه أي مدرب يختار كادر التدريبي، وخصوصا الكابتن أيوب لا يسمح لأي شخص بده دخل في عمل الفني، وإحنا كإدارة داعمين إليه. يعني إذا سألتك عن الكابتن حمزة هادي مثلاً بالبداية، أحد المدربين المساعدين، جاء بقرار من الكابتن أيوب أديشو، لم تعترض الإدارة على التسمية؟ الإدارة إحنا نبحث عن مصلحة الفريق طبعاً، ولو سابقاً متدخلين بأمور فنية ما حققنا 3 إنجازات لحد أسوي، وما حققنا كأس العالم العسكري، وما حققنا دوري، ما حققنا كأس، لكن مؤمنين إيمان كامل إحنا اليوم مصلحة الفريق فوق الرغبات الشخصية. يمكن الجميع يعرف أنا اللي وصلها جوزة محرج محجيته، أكو كان خلاف بيني وبين كابتن، لا راح أحكيها ما محرج، أكو خلاف كان بيني وبين حمزة هادي، ويمكن طلع في فضائيات وأساليم وبوجه حق، لكن أنا اليوم مو بوجه حق، يعني في وقتها مو بوجه حق ولا، لكن أنا اليوم عندي مصلحة النادي فوق مصلحة الشخصية لوليد الزيدي، ولهذا أنا أول المؤيدين كنت، لأن سألت كابتن أيوب سؤال محدد، قلت له كابتن أيوب اختارك لحمزة هادي هل هو لمصلحة الفريق فنيا؟ قال نعم، قلت له خلاص أنا موافق، وأنا ما عندي أي مانع، الأمور الشخصية على صفحة، لأن عندي مصلحة نادي القوة الجوية فوق كل شيء. نتمنى التوفيق للكابتن حمزة هادي أبو حيدر.